ايه رايك في الهجوم اللي تعرض له محمد صلاح بسبب صورته مع عارضه الازياء؟ والله انا شايف ان هو عادي جدا، عادي وحقه يصور براحته ويعمل اللي هو عايزه، محدش يعني دي دعوه بيه في الاول والاخر، يعني احترام المفروض نحترمه زي ما هو بيحترمنا، يعني نشجعه بس مش نشجعه كده، يعني مش قصدي غلط بس مش عيب يعني الصراحه اللي هو عامله. انا شايف عادي، تختلف بقى كل واحد لواحد بقى رايه، بس انا شايف هو عادي الصراحه. هو عامة محدش يعرف شخصيته كويس، والله أعلم كل واحد بنيته، هو يعني الصورة دي إيه وراها أو إيه الفعل منها، كل واحد برضه بيتعامل بنية صافية. شايف اللي هو دلوقتي عادي، يعني مفيش حاجة يعني اللي يثبت، الراجل نجم وراجل من حقه يعمل كل حاجة، البلد ما ادتوش حاجة، حتى لما جه اتحاد الكورة صوت له كله زعلان، محدش يعني محدش صوت له في أي حاجة، فأنا شايف اللي هو ده عادي، حقه، حرية شخصية، مفيش أي حاجة. والله محمد صلاح يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليه او حتى نشوفه في صورته، ده واحد عالم ما شاء الله، يعني المفروض ان احنا دايما ده يتكرم، بعدين احنا عارفين اخلاقه، الصوره زي دي اللي هتخلي محمد صلاح مثلا يقلم في نظرنا او مثلا نقول عليه كلمه كده ولا كده، لا ده واحد نجم عالمي، معرض ان هو يتصور مع حاجه زي كده، معرض ان يتصور مع حاجه افظع من كده كمان، معروف ده نجم، ونجم الكوره معروف في بالذات كمان بره مش زي هنا، بره صوره زي دي صوره عاديه، يعني مش معنى ان هي عارضه ازياء معنى ان محمد صلاح لازم يبقى واخد باله مين اللي جاي عليه مش من جاي عليه. وبعدين احنا المفروض يعني نرحمه شويه، ده ما شاء الله عليه، احنا ده قليل في البلد، واحد زيه كده ده قليل ان احنا نلف في بلد. لا هجوم غير مبرر باي شكل. شايف ان هو لاعب في الاول وفي الاخر وصل ليفل معين، ما ينفعش ان احنا نعلق عليه تعليقات تافهه زي دي وساذجه زي دي. في الاول وفي الاخر الراجل نقدر نقول هو في مجال عمله، هو مش الصوره مش متاخده في مكان بره اطار العمل، هو في الاول وفي الاخر هو محمد صلاح دلوقتي بقى موديل لشركات كتير جدا. فكون ان هو ياخد صوره زي دي فده امر طبيعي، وبالعكس يعني الصوره مش شايف فيها اي مشكله، ما فيهاش ما عداش الليميت يعني بمعنى اصح اللي خلينا احنا نعلق عليه او نهاجمه بالاسلوب القاسي اللي حصل ده. بصي هو على حسب راي كل واحد، بس هو هناك مش بيلعب كوره بس، بيمثل المفروض الدين الاسلامي وشباب كتير واخداه قدوه، فالمفروض حاجه زي دي يعني ليها حق الناس ان هي تعمل اعتراض عليه او انتقادات كتير منه. اكيد طبعا مش قصه فقد اخلاقه وكده، بس الناس كتير مثلا واخداه قدوه على فكره. دوت يعني هو راجل نجم زي دوت ماشي، مبدئيا ما ينفعش الهجوم اللي حصل عليه ده كله ماشي، هو حقه يعمل زي ميسي زي كريستيانو زي نيمار زي اي حد من الناس العالميين دول ماشي، لكن احنا عندنا هنا في البلد معلش في تاخر شويه في الفكر، او احنا العالم كله بيتقدم بس احنا لحد دلوقتي نفضل متاخرين، علشان ما ينفعش ان احنا نقعد نهاجم في راجل زي كده. تمام، ده راجل بيلعب في ليفربول نجم عالمي زي كده، حقق بطولات قد ايه، ما ينفعش ان احنا نعمل معاه كده. والله انا شايف ان هو يعني ما عملش حاجه غلط.